فارونار اعتمد كيف ما العاده 4-2-3-1 المنتخب المغربي، فهو نجح انه يربح هذه المباراه باقل جهد. مزراوي اللي كان كيحمل الرقم 5 فهو لعب في المكان ديال اللاعب نبيل ضرار لعب الحكيمي، وكيطلع ايضا مزراوي ملي كتكون الكره كذلك في الجهه اليمنى. كريم الاحمدي كيتواجد هنا. السلام عليكم الاخوان، تحياتي للجميع ومرحبا بكم في الفيديو اللي ان شاء الله غادي نعطيكم تحليل المباراة اللي جمعت المنتخب المغربي مع نظيره الملاوي اللي انتهت لصالح العناصر الوطنية ب 3-0. أول شيء الإخوان نعطيكم التشكيلة اللي لعب بها المنتخب المغربي. فارونار اعتمد كيف ما العاده 4-2-3-1، بونو في الشبكة، أيت بن ناصر اللي كان في المكان ديال داكوستا اللي كان مصاب، سايس في اللاكس وكان في اليمن نبيل ضرار، ولا في اليسار لاعب اشرف حكيمي. وسط الميدان الدفاعي كان كريم الاحمدي وفيصل الفجر، صانع العاب لعب يونس بالهندا، كمهاجم في الجهه اليمنى لعب نور الدين امرابط، ومهاجم في الجهه اليسرى لعب حكيم زياش، واللاعب ديال راس الحربه لعب يوسف النصيري. كيف ما كان متوقع ان رونار يلعب بالتشكيله هذه، شخصيا توقعت التشكيله هذه. الفرق اللي كان هو ايت بن ناصر ويوسف النصيري اللي عوضوا اللاعبين اللي مصابين داكوستا وخالد بوطيب اللي هما اللاعبين الاساسيين في التشكيله هذه، علما ان اللاعب داكوستا في حاله تكون كان انه حاضر المهدي بن عطيه اللي ما استدعاش كنا غادي نشوفوا مهدي بن عطيه، ومن اللي ما كانش مهدي بن عطيه كنا غادي نشوفوا انه يكون داكوستا، ومن اللي ما كانش داكوستا ما بقاش عند رونار خيار اخر في اللاكس ديال الدفاع، علما ان نايف اكرد ما يمكنش انه ما مساجمش مع اللاعبين وتغامر به، فهو دخل يوسف ايت بن ناصر اللي لاعب تبارك الله عنده يمكن له يلعب في جميع المراكز في الملعب، خاصه وسط الميدان وفي اللاكس ديال الدفاع او في الجهه اليمنى اللي كيرتاح ليها اكثر، فهو اللي غيب عوض الغياب عفوا ديال لاعب داكوستا. فيصل فجر اللي كان في المكان ديال بوصوفة السبب لانه ما خلاش يعتمد عليه ايرفي رونار، فهو في العلم ديالنا كاملين بان اللاعب الان ما عندوش فريق، يعني ما عندوش جاهزيه، ما كيتريني مع حتى شي فريق، ما يمكنش انك تغامر به وتحطه في مباراه اللي رغم ان المنتخب ديال مالاوي فهو منتخب ضعيف، ولكن البلاطو اللي تحطات فيه المباراه فهو بلاطو قوي، بحكم اننا خسرنا في المباراة الأولى الافتتاحية ديال هذه المجموعة إقصائية كأس إفريقيا 2019 أمام الكاميرون بواحد الصفر، ما بقاش عندنا الحق أننا نضيعوا نقطتين أو 3 نقاط في مباراة مثل هذه. هذا هو اللي خلى رونار يعتمد على التشكيلة الأساسية ودار 4 تغييرات اللي ما بانش بواحد الشكل كبير الفرق ما بين التشكيلة الأساسية وهاد التشكيلة اللي لعبات فيه الأمس. بونو أدى بشكل جيد ورغم أنه ما كانوش واحد الاختبارات كبيرة. أيت بن ناصر رغم انه ماشي المركز ديالو فهو ادى بشكل جيد على العموم. فيصل الفجر رغم انه ما كيلعبش بصفه رسميه مع المنتخب المغربي، في الغالب كنشوفوا فيصل الفجر كيدخل في الشوط الثاني او انه كيلعب في شي مباراه اللي كيكون عندنا مشكل ديال بالهندا او زياش، شفناه ادى بشكل جيد على العموم، ولكن ما نساوش باللي الدور اللي كيدير بوصوفه ما داروش اللاعب فيصل الفجر، لانه السبب وراء ذلك كل لاعب وعنده الجوده والمهارات اللي كيمتاز بها. يوسف النصيري من بعد الثقه اللي خداها في المونديال وخاصه امام الفريق الكبير المنتخب الاسباني فينفعته بزاف. هنا فاش كينفع بزاف انك تشارك في المونديال وكتاخذ تجربه، شفنا اللاعبين تبارك الله عندهم واحد الكاريزما وعندهم شخصيه وحضور على ارضيه الملعب، اللي منهم اللي بانت بشكل كبير للجمهور الكريم هو الحضور ديال يوسف النصيري، كيفاش انه لعب وباغت ودار واحد الشراسه ودار واحد المشاكسه في مربع العمليات، شوش على الدفاع ديال الفريق الخصم، مما ادى ان الفريق الخصم ما كانش كيخرج الكره بطريقه سلسه وكانوا كيخطئوا بزاف في التمريرات باش يخرجوا الكره من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه. من وجهه النظر ديالي هو ان المنتخب المغربي في وسط انك تبدل 4 عناصر اساسيه من التشكيله الرسميه ودير الاداء اللي درتي البارح، دير الاستحواذ ديالك، وغالب اللاعبين اللي كنعرفوا ديال المنتخب المغربي فهما ما كيلعبوش بصفه رسميه مع الفرق ديالهم. على العموم المنتخب المغربي فهو نجح انه يربح هذه المباراه باقل جهد. الاهم من هذا الشيء كامل في هذه المباراه هي 3 نقاط والانتصار، ولو انك تربح بنتيجه مش عريضه، على كل حال 3-0 فهي نتيجه مقنعه للمنتخب المغربي. شفنا المنتخب كان قادر انه يسجل اكثر من 3 الاهداف لصفر،
ولكن المنتخب المغربي بالتسرع ما توفقش انه يسجل اكثر من 3 اهداف على شباك مالاوي. مع بداية المباراة المنتخب المغربي جبر المنتخب ديال مالاوي هو انه يتراجع للخلف. المنتخب المغربي كان كيدير الاستحواذ على اللاعب وكيلعب الكره على عرض الملعب في الخاطر ديالو، ومن الفينه والاخرى كيضغط على الفريق الخصم وكيخليه يرجع قوقع امام الشباك ديالو، اللي خلات المنتخب المغربي يدير استحواذ على اللاعب في الخلف ما بين ايت بن ناصر وسايس في الخاطر ديالهم ولعبوا الكره. وكان بعض المرات كنشوفوا الكره كتمشي عند حكيمي وزياش اللي كانوا كيديروا التوغل، واللاعب نبيل درار ونور الدين امرابط اللي كانت كتكون عندهم الكره في الجهه ديالهم، فهم كانوا واحد كيدوبلي على واحد وكانوا كيديروا العرضيات وكانوا كيبحثوا على اللاعب يوسف النصيري اللي كان عنده واحد الدور كبير بالارتقاء وبالقامه ديالو وكذلك بالضغط ديالو والخدمه اللي كيخدم باش كتكون الكره عند الفريق الخصم. الفريق الخصم بحكم ان المنتخب المغربي كان كيدير البريسينغ الضغط العالي بخمسه ديال اللاعبين وكيدير التغطيه ديال الظهر ديال اللاعبين اللي كطلعوا اللاعب الاحمدي ممتص الصدمات ديال المنتخب المغربي، كان الفريق كيعجز انه يخرج الكره في خاطره. هذا اللي خلى المنتخب المغربي في واحد الكره قلع الكره اللاعب زياش بحكم ان الفريق كاين واحد الضغط عليهم ما خرجوش الكره بطريقه صحيحه، قلع الكره اللاعب حكيم زياش ومشى وسجل الهدف الاول ديال المنتخب المغربي اللي راحتنا بشكل كبير في المباراه. الهدف اللي جاء في الدقائق الاولى فهو عطى واحد الحريه وعطى ثقه للمنتخب المغربي، وعلى العكس الفريق الخصم فهو عطاه شك. المالاوي جاي يلعب مع المنتخب المغربي اللي حنا كنعرفوا المغرب فهو الكلاسمو ديالو في الفيفا 46، مالاوي الرتبه على ما اظن 123 او 124. المنتخب المغربي جاي من كاس العالم ومستقبل في الارض ديالو وعنده لاعبين اللي كبار، والمنتخب ديال مالاوي فهو منتخب متوسط وفريق متواضع، غادي يدخل الشك بانه يشوف المنتخب المغربي داير عليه الضغط، وهذا الشيء اللي وقع. وملي تسجل الهدف تزاد الشك وخلات المنتخب ديال مالاوي انه يخرج ولعب معنا الكره بحكم انه خاسر ولا لاعب، ولكن باحتياط بانه ما يتلقاش هزيمه ثقيله اللي شفنا المنتخب المغربي هدد المرمى ديالهم من بعد الهدف بكرات متتاليه. الاعتماد على التسديد من اللاعب اشرف حكيمي ومن حكيم زياش ومن لاعبين اخرين، وكذلك الاعتماد على العرضيات ويوسف النصيري اللي دار واحد الخدمه كبيره وهدد المرمى ديال الحارس ديال المنتخب ديال مالاوي براسيات اللي مرت بجانب المرمى اللي كانت انها تعطي اهداف اخرى للمنتخب المغربي. اللاعبين اللي داروا خدمه كبيره في المباراه ديال الامس هو اللاعب كريم الاحمدي اللي كان لاعب مع فيصل الفجر اللي لعبوا كخط الارتكاز، فهو دار واحد الخدمه كبيره. فيصل الفجر كانت عنده حريه اكبر بيساند اللاعبين ديال الهجوم، واللاعب الاحمدي كان كيبقى كيدير لا كوفيرتير كيبقى كيكالي على اللعابه في حاله انهم تضيع لهم الكره، وشفنا واحد الكره ضاعت للاعب فيصل الفجر لولا ان اللاعب سايس ايضا اللي دار مباراه كبيره فهو كان كيغطي على فيصل الفجر في المساحه اللي كان كيخلي، وكذلك كان كيغطي في الظهر ديال اللاعب يوسف ايت بن ناصر اللي حنا في العلم ديالنا ماشي هذا هو المركز ديالو، كان تفوق بشكل كبير على انه يلعب الكره ملي تكون عندنا كيدير واحد التمريرات اللي كانت النسبه كبيره منها كانت صحيحه، وكذلك التغطيه ديال الظهر ديال فيصل الفجر وكذلك التغطيه ديال الظهر ديال يوسف ايت بن ناصر، وكذلك اللاعب ملي كيطلع اشرف حكيمي فهو كان كيدير التغطيه ديالو اللاعب اللي تفوق بشكل كبير رغم انه ما عندوش تنافسيه مع الفريق ديالو ويلفرهامبتون ما كيلعبش بشكل رسمي، الا ان هذا اللاعب هذا تبارك الله لاعب اللي شخصيا معجب بواحد بهذيك الكاريزما اللي عنده بالثقه اللي عنده بواحد التقوليه اللاعب باللغه ديال الدارجه ديال الكره كيلعب خاطر، وهذا اللاعب هذا كينفع المنتخب المغربي فاش كيكون في الدفاع ديالو. الاداء اللي دار يوسف النصيري فهو اداء كبير، كان كيخلق مشاكل للفريق الخصم وكيطلب الكرات في العمق وكيدخل اللي منها جات كره من اللاعب اشرف حكيمي اللي كانت تمريره جد رائعه، اللاعب زياش حل ليه اللاعبين ديال الخطه ديال الدفاع، ولا عندنا واحد الكولوار خاوي اللي طلب منه الكره يوسف نصيري ووصلاته الكره بطريقه جد رائعه كيسجل لنا الهدف الثاني للمنتخب المغربي في الجوله الاولى، مما اعطى اطمئنان للعناصر الوطنيه وجيروا المباراه ديالهم بشكل جد رائع، خاصه في الشوط الثاني المنتخب المغربي ولا لاعب واحد الاطمئنان بحكم انه رابح بهدفين لصفر. مع بدايه الشوط الثاني المنتخب المغربي مشى للجهه اليمنى والمنتخب ديال مالاوي مشى للجهه اليسرى، علما ان المنتخب ديال مالاوي كانوا عنده لاعبين خطيرين هو اللاعب
رقم 11، وكذلك اللاعب اللي كان لاعب في الجهة كمهاجم أيمن، فهما لاعبين جيدين اللي خلقوا متاعب للمنتخب المغربي، خاصة أنه في الشوط الثاني بداو بزاف ديال الأخطاء في التمريرات، بدا التسرع من اللاعبين ديال المنتخب المغربي. ملي شاف المدرب أنه اللعب ولا بهذه الطريقة هذه كاين تسرع وكاين عشوائية، كان من الضروري انه يدير واحد التغييرات، يخرج اللاعبين اللي نزل النسق ديالهم في المباراه، واقحام لاعبين جداد اللي ضخوا دماء جديده للمنتخب المغربي، باش تزاد الكفه ديال المنتخب المغربي انها تميل وتقال على الكفه الاخرى ديال المنتخب المالاوي اللي بدا انه كيباغتنا من الفينا الاخرى، بسبب اننا كنديروا واحد الاخطاء وكتضيع لنا الكره، كيقلعوها لنا وكيمشيو للشبكه ديالنا اللي هدونا فرصتين اللي كانوا ممكن انهم سجلوا علينا الهدف ديالهم. المنتخب المغربي بقيادة رونار فهو فطن لهذا الشيء هذا، ودخل مزراوي اللي كان كيحمل الرقم 5 فهو لعب في المكان ديال اللاعب نبيل ديرار، وكذلك خرج اللاعب فيصل الفجر ودخل في المكان ديالو ايوب الكعبي. ملي دخل ايوب الكعبي باش يلعب كمهاجم حر يعني راس حربه، يوسف النصيري لعب كمهاجم في الجهه اليسرى، اللاعب نور الدين امرابط مشى كمهاجم في الجهه اليمنى، اللاعب حكيم زياش دخل الوسط الميدان ولا كصانع العاب، واللاعب كريم الاحمدي لعب بوحده كلاعب خط الارتكاز وسط الميدان دفاعي، لعب بوحده، خلات انه المدرب في الشوط الثاني من بعد شفنا النجاعه وعدم الوصول ديال المنتخب المغربي للشباك ديال الفريق الخصم الى حدود ربما الدقيقه 70 ملي دار هاد التغييرات هادو، شفنا اللاعب كريم الاحمدي لعب بوحده ولا كيدير لاكوفيرتير على اللاعبين اللي لاعبين كصناع اللاعب اللي هما زياش واللاعب يونس بالهندا، لعبنا بهذه الطريقه هذه 4-3-3 الطريقه الكلاسيكيه، واللي كانت كتحول في حاله الدفاع ل 4-1-4-1. يوسف النصيري ملي كتكون الكره غادا تسونطرا من عند اللاعب نور الدين امرابط، وكذلك ملي كتكون الكره عند اللاعبين ديال وسط الميدان فهو كيدخل كيعتمد على القامه ديالو الطويله، وشفناه كذلك كيعتمد على التحرك والخفه ديالو، واللي منهم انه استطاع يسجل الهدف ديال المنتخب المغربي الثالث. هنا شفنا ملي دخل وتبدل لو سيستيم من 4-2-3-1 ل 4-1-4-1 في حاله الدفاع، ولا 4-3-3 في حاله الهجوم، ولا المنتخب المغربي كيطلع الاظهره ديالو بجوج، كيطلع اللاعب الحكيمي وكيطلع ايضا مزراوي، والمكان اللي كتكون فيه الكره كيدير فيه لاكوفيرتير التغطيه ديال الظهر اللاعب اللي كيطلع كريم الاحمدي، وملي كتكون الكره كذلك في الجهه اليمنى كريم الاحمدي كيتواجد هنا وكيدير التغطيه في المكان اللي كتواجد فيه الكره، علما انه هنا كان ايتم النصر وهنا كان اللاعب سايس. من بعدها شفنا الدخول ديال نايف اكرد اللي لعب في المكان ديال اللاعب سايس، وسايس طلع في المكان ديال ايت بن ناصر اللي خرج، وعلى العموم ايت بن ناصر ادى مباراه جد ممتازه محترمه، عكس من اللي دخل اللاعب نايف اكرد اللي شفناه دار واحد الهفوه دفاعيه بحكم التجربه ديالو والانسجام، وكذلك اللعبه يلاه جاي فهو فقط عنده 22 سنه، فدار هفوه دفاعيه اللي كانت غادي تسجل الهدف ديال المنتخب ديال المالاوي لولا سوء التركيز ديال المهاجم ديالو. المنتخب المغربي نجح انه يسجل الهدف الثالث عن طريق يوسف النصيري ملي توغل وسدد واحد الكره اللي لقات واحد الارتباك بحكم انه قريب من المرمى، وكذلك القوه ديال التسديده فهو كان واحد الارتباك ديال الحارس اللي دخلات منها الكره وتسجل الهدف الثالث اللي نهى المباراه بالنسبه للمنتخب المغربي، واعطانا ثلاث نقاط مهمه اللي خولات للمنتخب المغربي انه يحتل المرتبه الثانيه في المجموعه ديالو، والرتبه الاولى كيحتلها المنتخب ديال الكاميرون بحكم انه انتصر في الجوله الاولى على المنتخب المغربي بواحد لصفر، وفي المباراة الثانية ديالو فهو تعادل مع جزر القمر بواحد لواحد في الملاعب ديال جزر القمر.